أشاد المجلس الأعلى للمرأة بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنوات 2019 إلى 2021، معتبرا هذا الإنجاز نتاجا طبيعيا لجهود المملكة المتواصلة في احترام وحماية حقوق الإنسان واعتباره شأنا محوريا تقوم عليه أركان الدولة المدنية الحديثة التي تحظى بالرؤية الثاقبة والقيادة الرحبة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. مرحبا بك أستاذة هالة. كما تعلمين بأن حقوق المرأة هي مدخل رئيسي لحقوق الإنسان في البحرين، فكيف تمكنت المملكة في ظل فترة وجيزة من تقديم أنموذج وطني للعالم يحقق هذا التوازن بين الجنسين؟ مساء الخير. طبعا هناك أسباب عديدة أدت إلى تمكن البحرين من تقديم نموذج وطني للعالم يعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين. لعل من أهم تلك الأسباب انتهاج المملكة لسياسات نوعية تركز تحديدا على ضمان تمتع المرأة البحرينية بكافة حقوقها الإنسانية والعامة، والعمل من خلال آلية وطنية رسمية كمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة على ترجمة هذا الأمر بصورة عملية. فاليوم البحرين أعلنت مؤخرا انتقالها من مرحلة التمكين، تمكين المرأة بصورتها التقليدية، وانتقلت بمنهجيات عمل مستحدثة لمرحلة متقدمة قائمة على تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. نعم. فعلى سبيل المثال أغلقت البحرين العديد من الفجوات بين المرأة والرجل في مجالات أساسية كالتعليم والصحة والأجر. نعم. وأيضا استكملت الدولة أغلب التشريعات اللي تحفظ للمرأة حقوقها الأساسية وتحمي حرية ممارستها لتلك الحقوق سواء في الشأن الأسري أو كشريك في التنمية. وانتهت البحرين كذلك من تفعيل نموذج وطني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، كما هناك ارتفاع ملحوظ مثل ما تفضلت في تقريرك. نعم. بالنسبة للمرأة ومساهمتها ومشاركتها في العديد من المجالات النوعية والمؤثرة للتنمية الوطنية. نعم سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.